الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الرضاعة الطبيعية وسرطان الثدي. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Journal of Clinical Nursing، وجد أن الرضاعة الطبيعية لمدة تتجاوز 6 أشهر قد تكون الدرع الواقية للأم غير المدخنة من الإصابة بسرطان الثدي، إذ تعتبر هذه النتيجة فائدة إضافية للرضاعة الطبيعية للأمهات وأطفالهن على حد سواء. بغية تحديد العلاقة ما بين سرطان الثدي وبعض مظاهر الحمل والرضاعة الطبيعية، حلل الدكتور إيميلين جيمينز وزملاؤه من جامعة غرناطة الإسبانية السجلات الطبية ل 504 مريضات تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 91 عاماً ممن شخصن مسبقاً بسرطان الثدي، وذلك بين عامي 2004 و2009 في مشفى جامعة سان سيسيليو في غرناطة. وتضمنت العوامل التي حللها الفريق كل من عمر المريضة عند إجراء التشخيص أول مرة ومدة الرضاعة الطبيعية وتاريخ العائلة فيما يتعلق بالسرطان والبدانة واستهلاك الكحول وعادات التدخين. وجد أن النساء اللواتي أنجبن أطفالاً وأرضعنهن رضاعة طبيعية قد شخصن بسرطان الثدي بعمر أكبر من النساء الأخريات، وذلك بغض النظر عن تاريخ العائلة من حيث الإصابة بمرض السرطان. كما وجد أن النساء غير المدخنات اللواتي استمرين بالإرضاع لأكثر من 6 أشهر قد شخصن بسرطان الثدي بعمر متأخر جداً، إذ وصل الفارق إلى 10 سنوات مقارنة بالنساء غير المدخنات اللواتي أرضعن أطفالهن مدة تقل عن 6 أشهر. على عكس ذلك، وجد أن النساء المدخنات قد شخصن بسرطان الثدي في سن مبكرة، كما أنهن لم يحصلن على فائدة تذكر من الرضاعة الطبيعية حتى وإن كانت لمدة طويلة، وهو أمر ليس غريباً نظراً لما يعرف عن مضار التدخين سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.